تاريخية، ثورة جبارة، ثورة مباركة ربانية. هذا الرجل حين تتأمل محياه تراه يبصر تاريخا مرصعا بلآلئ الكفاح، ابن مدينة مدكال الأشم، إنه الرائد عمر صخري. هو اليوم يكشف لنا صفحة من دفاتر ملاحم الثوار ضد أعتى قوة استدمارية شهدتها البشرية خلال القرن العشرين. عمر صخري تستشعر من ذاكرته القوية حين مجالسته روح قيم نوفمبر المقدس وحب الوطن، له المجد وللمجاهدين الأخيار والشهداء الأبرار، تحيا الجزائر.